طراوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة قلت حبيبي ملاوة أما براوة فخر على الحلاوة سيد؟ سيد بنات give me 5 minutes يلا يا عماد خدهم وخش جوه يا سيد يا ده أنا اتنكدت نكد يا سيد لما عرفت إن أنت مت بأمرت الجواري والتفاحة فخر ده أنا والجواري والتفاحة عياطنا عياط والله العظيم يا سيد اخلص أنا خلاص عرفت حقيقتكم أنت قاعد مهيص وهي بتتزوق للملك عشان تتجوزه إيه ده؟ أنت عرفت؟ عرفت وعرفت إن أنت اللي ورا الموضوع يا راجل يا راجل يا طيب وأنا أعمل لك إيه؟ ما الملك كده كده كان هيتبعها لو ما كانتش وافقت على الجواز هو دلوقتي هيقتلها برضه هيتجوزها 3 ايام ويرميها في النيل ويقتلها يا فخر ما انا عارف وايه يعني لما اخلص منك ومنها يا سيد وبقرب واحد للملك واوصل لكل مصالحي وكل اللي بحلم بيه يا اخي انا بحلم يا جدع بحلم يا سيد مستكتر عليا الحلم استغفر الله العظيم صحيح ان بعض الظن اسم انا ظلمتك اخويا ظنيت فيك السوء سامح نزل ايدك معلش يا اخويا اصل انا ضميري هيأنبني مش هعرف انام عشان انا ظلمتك سامحني انا كويس يا سيد عارف اخويا فخر كويس يا سيد عارف يا اخويا والله انا كويس يا سيد طب معلش سامحني يا فخر هسامحك عشان انا كويس يا سيد مثلا انا جاي لك بخبر حلو اتفضل قول ريتاج هتطلب من الملك شبكتها التلات أساور هيلبسها لها في الفرح ناخد احنا التلات أساور ونطير بيها وانت ايش ضمنك ان الملك هيديها التلات أساور شبكة مين؟ خوخو؟ ده خاتم في صباح ما يرفض لهاش طلب بقولك ايه؟ خش رايح كده وانا نصيح وهجيلك يلا لا رايح ايه؟ بقولك ايه؟ ما تنادلنا الجواري كده ونعمل قعدة لطيفة يا إيزيس يا برديس يا عبير يلا يا بنات تعالوا بص بقى امشي معايا بالظبط ها اما براوة براوة اما براوة Watch it.